اعمل على شعري كده اقول انا فار. لا انا هعمل كده. بطل كحه يا ولد. بس هطلعه لازم المشاهدين يشوفوا الالم ده. بحب الكنبه قدام التلفزيون، انا كائن كنباوي. ظبطني وانا بشرب سيجاره، كسر لي فيها دراعي. 3/7 هو اليوم اللي اتولد فيه الفنان علاء مرسي في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. 2 هو عدد الوظائف اللي اشتغلها علاء مرسي قبل الفن، نقاش وقهوجي، وقال انه اشتغل في القهوة علشان كان نفسه ان هو يقابل 3 من المشاهير، عبد المنعم ابراهيم، شكوكو، ونجيب محفوظ، اللي قابلهم بالفعل وأثروا جدا في حياته. 7 مشاهد هي بداية الفنان علاء مرسي في مشواره الفني بعد ما اختاروا المخرج اسماعيل عبد الحافظ في مسلسل ليالي الحلمية. 5 تجارب في الإخراج وتجربتين في الكتابة السينمائية بيمارسهم الفنان علاء مرسي جنب التمثيل. 1 هو عدد الأفلام اللي ندم عليها علاء مرسي، وهو فيلم كركر، لأنه ما حسش بأي انسجام في الشغل مع النجم محمد سعد. دي الإجابات اللي نعرفها عن الفنان علاء مرسي، إنما حالاً هتعرفوا إجابات عن أسئلة تانية خالص، فخلصانة بإجابة. أكتر حاجة بتضايقك؟ أكتر حاجة بتضايقني طفل يبكي، بيعمل لي توتر مش طبيعي. لما بسمع طفل بيبكي بيحصل لي مشكلة جداً، فبتضايق جداً. وأكتر حاجة بتفرحك؟ أكتر حاجة بتفرحني الإحساس بالنجاح، الإحساس بالجني الثمار يعني أي موضوع بتحرك فيه انا او غيري او صاحبي او ولادي، او بشوفهم بيعملوا حاجه وزي ما بيقولوا بتؤتي ثمره، ده انا بفرح جدا. ايه اللي بيخوفك؟ انا بخاف من الفيران، اعوذ بالله من الشيطان، وحشه جدا، انا بخاف جدا منها جدا، انا بقول اسمها بتجنن، ترعبني. حصل لك موقف قبل كده؟ على كنت في الثانويه العامه وبذاكر، فكنت في بيتنا في تسوق محافظ كفر الشيخ، فكنت مقعديني، عارفه الثانويه العامه كان زمان طوارئ دوشه، فمقعديني في اوضه لوحدي، والاوضه دي فيها شباك بيطل على زي منور، فوانا قاعد بدات احس بحركه تحت في المنور، وبعدين فجاه وانا قاعد لقيت هنا على الشباك هنا وش عينه بيعمل كده، وفار كبير واعمى، يعني هو هيخبط فيا. على اللي جرالي بقى، انا قعدت اسبوع تقريبا حاسس ان انا فار من كتر الملمس، الاحساس اداني هو حاجه كده، ففضلت طول عمري اعمل على شعري كده اقول انا فار. والله جات لي حاله، والله الله يكون في عونك، انا خفت يا دوب من حكايتك عليهم. الحقيقه ان الفيران كلها مستفزه، من اول الفار اللي انت قابلته لحد الجيري اللي في الكرتون. بس خليني اسالك سؤال تاني، ايه تاني ممكن يستفزك؟ اكتر حاجه بتنرفزني الجدل، ان الناس يقعدوا يجادلوا في بعض، يجادلوا، وفي الاخر بكتشف ان الحوار ما وصلناش لنتيجه. لو حد كسر عليك اشاره وانت سايق تعمل ايه؟ انا لو حد كسر عليا اشاره، انا ما بفهمش في موضوع السواقه ده، بتوتر جدا ان الناس بتمشي شمال يمين فوق تحت، ده بتضايق جدا من الناس اللي بتكسر اشارات، بتجنن منه، بحس انه هو مش محترم لا شارع ولا نفسه ولا ناس ولا يعني، فكرة السواقة خطر. طب ولو حد خبط لك عربيتك؟ لو خبطها غصب عنه أنا بقول قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله أن جت كده، إنما هيخبطها عمدا يبقى نازل يتخانق. أكتر أكلة بتحبها؟ أكتر أكلة بحبها الرز الأبيض والسمك المشوي اللي بالردة، ده بيعمل لي حالة يعني، ممكن أقعد أكل 3 أيام في الأكلة دي. واكتر اكله ما بتحبهاش؟ بحبش المحشي، ما بحبش البطاطا مش البطاطس، البطاطا اللي بيعملوها في الشارع دي، البطاطا دي انا ما بحبش البطاطا خالص، وما بحبش المحشي يعني، باكل المحشي يعني مجامله للي في البيت بيعملوه بس، انما ما هوش عندي حاجه مهمه يعني، رز جوه حاجه مع شويه، انا ما بحبش حاجه مع حاجه يعني، ما بحبش احط حاجات فوق بعض، دي ما ينفعش، انا باكل كل حاجه لوحدها. المحشي جالك قلب تقول ما بحبش المحشي؟ خد بالك انت كده بتضرب في الثوابت المصريه الاصيله. بس انت شكلك مشاغب طول عمرك، هو انت كنت شقي في المدرسه؟ انا كنت شقي في المدرسه، ما انا مش كنت شقي في المدرسه، انا كان تقريبا كل اسبوع بيجيبوا لي ولي الامر يعني، لسبب انا كنت بعمل مشاكل كتيره جدا في المدرسه، في المدرسين، في زمايلي، يعني ما كنتش اعرف اقعد، انا كان عندي طاقه زياده جدا، فكنتش بعرف اقعد ساكت،
وكنت شاطر في المدرسة بس مش عايز أبقى شاطر، يعني مش في دماغي. أنا كانت الفكرة عندي التمثيل، فكنت طول النهار بمثل شخصيات، فطبعا العيال بتضحك والمدرس بتضايق، فكان بيحصل مشكلة، يا إما يمدني على رجلي، يا إما يضربني على الإيد كده، يا إما بقف ظهري البتاع، وحتى لو أنا في الحالة دي بعمل برضو مشاكل، فكانوا الحل بيجيبوا ولي أمر. أول حب في حياتك؟ أول حب في حياتي وآخر حب وكل حب هي أمي الله يرحمها. يعني أنا عاشق لأمي الله يرحمها، ومن وانا طفل أنا مرتبط، وأنا اسمي ابن أمه. يعني حبيت مرة واحدة حوالي 7 سنين من طرف واحد وهي ما تعرفش، ومحدش يعني أنا متخيل إن محدش يعرف، يعني مفيش حد من زمايلي ولا هي تعرف ولا حد يعرف. اكتشفت إني مفيش مخلوق ما يعرفش، وأنا فاكر إن محدش يعرف. حبيت بقى مراتي وولادي، وده ده كانت الحالة اللي موجودة دلوقتي. يعني ولازم أقول أنا بحب مراتي طبعا عشان التلفزيون وكده. طب أول هدية جات لك؟ أول هدية جات لي تلفزيون من والدي الله يرحمه، وكان تلفزيون صغير وغريب جدا. التلفزيون ده كان باللمس، بتفتح باللمس وتقفل باللمس، زي دايرة كده فضي كده، وندوس عليه يطفي، ندوس عليه يفتح. أنا مش عارف التلفزيونات دي فين. ده كان تقريبا 77 78. وأغرب هدية؟ أغرب هدية جات لي يعني ما افتكرش كانت عندي هدية غريبة شوية، ولكن جالي مرة هدية التلب اللي بيشرب بيه سجاير، اللي هو اللي بيشرب سجاير اللي هو السيجارة الإلكترونية، وما حبيتهاش. دي كانت بالنسبة لي غريبة لأن أنا ما اقتنعش بالحاجات دي. أكتر شخصية كرتون أثرت في حياتك؟ أكتر شخصية كرتون أثرت في حياتي سندباد الرحالة. ده كان عامل لي قلق جدا، وكان نفسي أشوفه هو شخصية، إلى أن عملت أنا شخصية كرتونية لديزني اسمها موشو في فيلم اسمه مولان. فطبعا هو موشو الحب اللي نساني حب سندباد. ممكن تقلده؟ موشو ده كان ديناصور صغير بيقول لا انا هعمل كده. يا اخ مولان كده. عمرك غشيت؟ انا عمري ما غشيت خالص، لان ما عرفتش. حاولت وانا صغير في مادة كانت الكيمياء، وقعدت ابص في الاخر شديت الورقة من جنبي من الولد، فاتمسكنا احنا اتنين. طبعا خدت قلم على وشي من المراقب وما طردناش بره، بس انا دي المرة بس ما بعرفش اغش. بغض النظر انا عاجبني انك حاولت ومعرفتش، يكفيك شرف المحاولة. ما هو برضو الغش والمراقب قاعد مركز معاك، ده محتاج قوة خارقة. صحيح، انت لو عندك قوة خارقة ممكن تكون ايه؟ انا لو عندي قوة خارقة انا احب ما بخاف من الاماكن العالية، فبالتالي مستحيل ابقى اطير، وبخاف من البحر فمستحيل ابقى سمكة، وبخاف من الزحمة جدا، فلا يعني مستحيل يعني ابقى عايز ابقى حاجة شبه يعني هي إنسان بس يبقى عنده يعرف بكرة إيه، يعرف اللي جاي إيه. نفسي. برجك إيه وإيه مميزاته وعيوبه؟ أنا برجي برج السرطان، من عيوبه الثقة العمياء في كل شيء، حالة الاكتئاب الشديدة اللي ممكن يدمر بيها كل حاجة لمجرد إحساسه بالاكتئاب. مميزاته إنه بيفكر كويس، انه ما بيتعبش جسديا، برج السرطان ما عندوش طاقه جسديه بتخلص. عندك جرأة تورينا صوره البطاقه؟ صوره البطاقه هتتفرجوا ان شاء الله على صوره غريبه جدا. يعني بصوا، ناس كتير جدا بتصور بطاقه وهي عامله كده، صح؟ انا اتصورت البطاقه وانا عامل كده، ودي غريبه جدا، وكل ما اطلعها لحد يستغرب انت ازاي عامل كده في البطاقه، ان انا بضحك في البطاقه. اسئلتنا خلصت ونجمنا معرفش يهرب من الاجابه عليها، وبكده تبقى المهمه تمت وحلقتنا خلصانه باجابه.